الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ولا لله بأم هذه كلا تبارك وتعالى إلهي قاسو النو سهلي إنا وحيا لبضنا اسكو الشيقنو سيدا الله سعطان ولا ليال إلهي مركو بلي آذن كان أبو ريي وتشيدك لكما لهين عبادة إن يسقع عابدان ويكلي يلان أيو أبورتي وكلي يس أي وحيدان والربي إن أؤيهي أي قرتان أي كل أغماء سيدا سو إلهي وأبورتي ثقيلا إنك هو اللو يقانو إيه عبادات كاس النوعية بضن بيقيب سماء ولا ليا مد واجبة هي مد سنة تي واجب كايبا لبن نوعة أما صدح نوع نقن كرتبة واجب قفك أصغى أهان لغا ربه وعدك لا إسكا غادي كرين وواجب عيني اللو يقانو إيه واجب كفاي اللو يقانو ضدك يوسم يهين وعد اللتي ما دا عدك لك قاديسو إيه وحيالا أو قفك إسكو واجب يلا سيدا النذر كي وحيلا مدكا سنن كنو والبا أيقنا سنو ينكو مد سنن نواديدو آد وادك تايو في عانتهاي سيدا سلادها سنن كاي سلادها واجب كا دوار دعا قاركود نهور دعا سنن كاسا قيبة كلاله كوا وقت كحران يكوا ان وقت كحرني واجبات كدامان يا سنن كدامان عد الهي كعابده والله تماده قف كاسي قوان يا عزيمة أيو صاحب يا واقف حكمة له عبادو ينكاس وناكسن إلهي نوجدن بدافع يو إلهي شنن نوجسين يو إلهي أدونك نوجب بركين يو إلهي أدوني آخره نوجب قرقار يو كروبات كي دباتو ينكن نوجب فيد يو أيان قيب كإشارينا لقيا بدك قاركودني سمقل أما أي مقلين وهل مامين مركوانش حسوسينينا عدان هري وغينا وانشيرينا عبادة أمانة تلمامين هو صلاة صلاةها كمدة وصلاة التصابيح لو يقان صلاة سبحان الله سيقا بمعنى هو صلاة قارة ونو إمان دون تلمان تيدا أذكار ترى أينو أركي دوننا لغو آخرين أيو كوة كلان لغو آخرين صلاة داسي وحبضا بيقبان إيسا سيدا إمان دون دنبية دمان با إلهي كاقد دافيا محايير قف البوح الرجين يأينو چنه لو إلهي ودن بدافو أو مسلمة أيضو قدر كلاينا دنعو يهي وحو إلهي كو قري وقار يهي حدنا أديقا حد باود داد عباد الله يمو بالوير فاتقوا الله ما استضعتم محايير وحو إلهي كو قري مقر نيسي قدر كو واسرت إلهي ومخلوق كل يهي سيدا الحافظ الضحاوي وشاق رحمة الله عليه يغير واحد من الأئمة marka macanno ku qoray masanaaro ku qoray ma garanaysi hadda waxaad garanay haysku halayne awoodaada laymood ilaahay caabud ilaahayna khaatimo wanaagsan ka bari jalla jalalu waqtigu waa socda imisa ku dhaafay waqti aad ilaahay caabudin maalaan yaan kugu dhaafay waqtigaas oo adiga lagu xisaabin doono oo meel ku yaal ciyaar aan lagu dhaafi doonin marka salaatu tasabiix waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay noo dhaweynaya ibaado marka ilaahay lagu caabudayo laa budda daliil iyo wax tusayn la helo waayo xadiis nabi maxamed ba salaada inu ka hadlayno tusay oo ka sheekeyay xadiiskaasna waa xadiis sugane xadiis daciif iyo mid kale ma ahani aayma badan oo xufaada islaamka iyo fuqaada islaamka ka midna way sugeen xadiiskaas ونو نو إيمان دونا صلاة دونا وصلاة سيدا نو إيمان دونتا إلهي وكفيدو لبكا أدونكا قفصدا هدا صلاة دا لتي ما ديد وحو إلهي كافيديا لباتك استو أدونكا كلسو درستا وكا قاضيا حقيقة سيدا النبي محمد الشيخ عليه الصلاة والسلام هدا دا ودادي لوغو تلقى لأدو مرتيد إيه نو إيمانيس صلاة دان أينو تلمامينا حديثك كهالي وحديث نبي محمد لغوري عليه الصلاة والسلام حديث كان وحوري ابن عباس والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أي الماضي رهاية عبد الله بن عباس أي حديث كان نبي محمد كوري حديث كان القصاء لها أو كيمي قصة وحوري نبي محمد أدير كيس
عباس من عبد المطلب لو يقاني أي النبي محمد أجمع عليه الصلاة والسلام عباس وصعني نبي محمد بأدير كي الله أضلي عباس وصحابة دي سنة كمدها عليه الصلاة والسلام وحجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا عباس يا عماه عباس سو أدير كي سو موانا كسينين وح موانا كوهي بينين أرين هذا سمي سيد إلا يوحكو دافيا دنبغادي كي هرأي كي دنبوا كي عصبا كي هرأي قديم كأها كي خلط كاغدعي كي كس كاغدعي كي يرى يكي وينا كي أبقر سطي كأموشي سطي دنبيا داسو دنبا إلهي كو دافيا إيا أدير كيو أرنتا مكوشيغا وحوير عباس رسول كي لا يوشيغوان رباطاسي وما حرادين إيا وحوير نبي محمد عليه الصلاة والسلام أفر رقع آيات كنيسة حديث كسيدان أتقي دونو ظاهر كي سوحو تلمامي أفر تار رقع هل سلام النقصي إن أي ليهين أو أفر تبلس كحريرين أيو همين أما مالين سيدا أشيغي الشيخ علي قاري سيدا كلنا أشيغي صاحب التحفة هادو قفكو رابانا او كلا چاري كرا او لبارهق عانا قوني ايو اتوكن كرا لبارهق عانا قوني ايو اتوكن كرا افرتار هقعو هقعات كستو كميدا فاتحة الكتاب ياد اخريسا او اه سورة الفاتحة ياد اخريسا ايو سورة كلا اياد كدريسا هاداد انتا كفارق نغطور لما يسيد هقعات اول كيدا انتا در ركوعين أدو تاغن باوحاد ليدهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شان إيو طومن جير باد أخريسا أدكارتاس يدعا داس وأمركات فاتحة سو أخريسي سورنا أدكو درطي إنتا أدر ركوع كهر تاغني دي أدو كجيرا أيا شان إيو طومن جير وحاد ليدهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مركاسات ركوع عيسى ركوع الأدو كتيرة أيها الدعاء مثلا الله إيماني ساتوبان شرا يضع مركا ورشاني توم باها شنبا قوضي مركا الركوع سنتاي وأتكاتي الركوع لمركا اللتي من كبعدي أيها توم شر سبحان الله كسوع لنساء سمع الله لمن حمد أيها ذلك هاي مضيح أيها كسو قاضي سار ركوع با انت هذا السجود آذين واعتدال كادو تاقنت هاي أيها توم شر أخري سايدنا دعادي markaas sujuud oo hoobanaysa sujuudi ayaad aadaysa adoo sujuudsan ayaa waxa 10 jeer dhahaysa ducadii sujuud aad ku guda jira sujuud ayaa madaxa ka soo qaadaysa intaada sujuudi labaad aadin oo fadhigi labada sujuud u dhaxiya aad fadhidid ayaa 10 jeer masana akhriisa aad kaarta inuu soo tilmaanay sujuudi labaad ayaad ku noqonaysa sujuud labaad oo ku dhex jira ayaa masana 10 jeer dhahaysa سبحان الله إلى آخر كي أذكرت أن صوت الماني مركا أتكسو كعدد سجود اللبات أياد وحد آخرين إيسا طبان شير أذكرت أن صوت مرني مركا سنبي محمد عليه الصلاة والسلام انتا مركا اللي اسكو درو وتضباطن يشن شير با اسكو مقنية رقعات كستان السداس أياد كل إيمان إيسا وأفرت الرقعات كميدة صلاة داسي غورما تكون كرا من مالين كستا وقتيه نبي محمد عليه الصلاة والسلام سوى تاك جوابية هداد أوديد مالين كستا إناد هالمر صلاة دا تكتيد سميه هداد أوديد سوى ماهان تمعا كستا يأسبوعي بهالمر سميه هداد حتى أسبوعي أوديد بشي بهالمر سميه بشي بهداد أوديد هالكي سنة بهالمر سميه هل سنة هدادة حتى أودين انت نرش هذا هالمر لأيمو ساسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديثكم هو حديث صحيحة سيدان نو إمان دونتو أي مدي حديثك أي صحيح يا شي حديثك أسي لفظك لا يكسو أروري عند ابن أبي الدنيا كتاب كيسا فرج الكروبات وابن عباس وحليه هاي عباس لغين أي غور ظهر كي قرحضن أي كلوش هاي أيو قريق النبي محمد يمي عليه الصلاة والسلام ساعد وسا إيمان شرين أما ساعد أن لا إيمان نبي محمد أيو نؤجيبي
markaasaa nebi maxamed waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahay kani waa adeerka albaabka taagan. Nebi maxamed baa yidhi u idma ha soo gale, waqtigan waxaa keenay waa arrin weyne, ha soo galo. Wuu soo galay nebi maxamed. Nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam, adeerkayow waqtigan maxaa ku keenay? Wuxuu yidhi wiilkii walaalkay u dhalayow. Jaahiliyadii iyo islaamka ka hor ayaan soo xasuustay iyo wixii dhici jiray iyo jahligeedii. Adduunyada markaa ciriiri igu noqotay iyadoo waasaca, markaasaan waxaan idhi yaa iga fayli kara dhibkeeda jaahiliyada wixii aan soo maray ama aan maaragtay arki jiray. Markaasaa waxaan gartay inuusan iga faydi karin ama isan iga qaadi karin ilaa ilaahi mooyaane. Summa adiga markaasi ka bacdi, markaasaa nebi maxamed iyo calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa mahad iska leh, allahaasoo qalbigaada dareensiiyey arrintan ee ma ku siiyaa arrin. Arrintaasoo haddaad samaysid oo ilaahay kuu dhaafayo 10 dhinac oo dembiyadu ay ka yimaadaan, dembiyadaasna ilaahay kuu cafinayo. Markaasuu yidhi haa rasuulka ilaahay u sheeg. Wuxuu ku yidhi nebi maxamed adeerkiis isagoo u sheegaya salaadan xilli aan ahayn xilliyadii salaadda la mamnuucay, sida bacdal casri iyo qorraxdu markay soo baxayso iyo qorraxdu markay dhacayso iyo salaad subxi ka bacdi iyo qorraxdu markay samada ku taagan tahay oo samada dhexbartankeeda ama dhexda samada ay qorraxdu joogto, kala barka samada, shantaa waqti markii laga reebo waqtiyada kale haddaad joogtid, dahaaro qaado, weesadaada kaamil yeel, ilaahayna u istaag salaad oo u tuko. Markaasuu u sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka aynu soo marnay oo wuxuu rasuulka ilaahay u sheegay calayhi salaatu wasalaam adeerkiis waqtiyada nahyiga ah ee salaadda aan la ogolayn markii laga reebo weeye oo waqtiyada kale ee caadiga ahaba salaadda la tukanaya, oo awqaati nahyi lama ogola macnaha salaaddaas. Laakiin shantaa waqti waqtiyada aan ahayn ayaa salaaddan tukanaysaa adoo weesadaada kaamil yeelay, dembiyadaada dhan ilaahay wuu kaa tirtirayaa, wuu kuu dhaafayaa. Murugooyinka adduunyada ku soo marayaa ilaahay kaa dulqaadayaa oo ku dhaafinayaa. Marka qof kastoo muslima oo rag ah ama dumar ah salaadda inay ku dadaalaan dhammaantood ayaa dushooda ahaatay oo u fiican. Hadday rajaynayaan dembidhaaf, dembidhaafkaasoo wax la mid a uusan jirin, waa salaad aad u weyn. Salaaddaasoo xadiiska tilmaamay ay culummo badani sugeen oo ay saxiix yeeleen oo xufaadda Islaamka ay ka mid yihiin. Xadiiskaasi inuu saxiix yahay a'immada tilmaantay 30 xaafid ama 30 caalim kor waa u dhaafayaa, laakiin qayb ka mid a ayaa ishaaraynaa. Waxaa ka mid a a'immada xadiiskaa saxiix yeeshay Cabdullaahi ibnu Mubaarak oo macruuf ah, taabici weyn weeye, marka tacriif iyo qeexid nagama baahna, qani buu ka yahay in la sheego la tilmaamo. Waa caalim macruuf oo taabiciintii waaweynaa Islaamka ka mid ahaa, acmaal wanaagsan ayuu ku caanbaxay, nin deeqsi ayuu ahaa, xoolo badanna lahaa. Xadiiskaasi wuu saxiix yeelay, wuuna ku camal fali jiray, dadkana wuu bari jiray. Abu daawuud baa ka mid a saaxibu sunan Sulaymaan ibn Ashcat weeye, sunan abu daawuud ninka iskale weeye raxmatullaahi calayhi, waa ardigii axmed ibn xambal waaye. Alxaakim baa ka mid ah abu cabdillaah saaxib mustadrik ayaa ka mid a a'immada saxiix yeeshay xadiiskaas. Ibnu mandah ayaa ka mid ah, alkhadiibu albaqdaadiya ayaa ka mid a raxmatullaahi calayhim, abubakar ibn abi daawuud iyo imaamu albaqawi iyo imaamu albayhaqi wa xufaadu lislaam ayaa xadiiskaa qaba, xadiis sugan inuu yahay. Daylimi baa ka mid ah, alaajurri baa ka mid ah, abulxasan almaqdisi ayaa ka mid ah, almundiri ayaa ka mid ah, ibnu salaax ayaa ka mid a, annawowi ayaa ka mid a, assubki ayaa ka mid a, ibnu xajar alcasqalaani ayaa ka mid a, ibnu naasiruddiin ayaa ka mid a, sarkashi ayaa ka mid a, suyuudi baa ka mid a raxmatullaahi calayhi, laknawi, axmed shaakir sheikh alalbaaniyo raxmatullaahi calayhi, bal imaamu alalbaaniyo raximahu llahu tacaala isaguo kitaabkiisa la yidhaahdo arraddu lmufxim ayuu xadiiskaasi ku sheegay markuu ka hadlayey masalo lagaga hadlo cilmiga xadiidka oo tusaysa
إن حديثه هذي تلات بدن كوي مالان أسانيد بدن إسحوتيان يعني وحو كسو الله حديثه ضعيف عند العلماء والمتقدمين توري إن لما نوعيه مد أن لديدي إن لقو عمل فلا وأنا استلاحي ترمي مرك الله في ريال يمد ضعيف أه وواهية ولغتكي أن لقو عمل فلي مرك قاتكو كادوس السنة كيسا آدوس درنين وقف بين اللي قلته مي أما فاسق أو سكتر السنة كيسا هدو تشدد بدن كوي ماذا ويسحوتي يا سنتك هدو صدع في كيسو آدو درني تقوية الأسانيد أيا لي لذا مسألة دا مركو كان لي كتاب كيسا الرد المفعم وكتاب عوان دارواي وحكو ردين يي نمن سور ردي يي مركو قري كتاب كيسا جلباب المرأة المسلم كتاب كاسو حكو كاها لي حجاب كي أحكام تيسا شروطي سو كاها لي شرديق كوباد آد بوغو ديرادي وانا شرديق تلمامي إن هوين إذو تشركي دا دمان oo caawra yahay markii laga reebo buu yiri wajiga iyo labada gacmood qaybta hore misaladaas qaybo culimada kamid ay ku qabsadeen ay ku soo radiyeen tawajiri ba kamid kitabu qorama ku kurdi aradul mufhim aya la yiraahdaa ala man khalafa al ulama wa tashaddada wa ta'assaba wa alzama al mar'ata an tastura wajhaha wa kaffaha wa awjaba wa lam yaqna bi qawlihim annahu sunnatu mustahab wajiga in dado in sunnatay aan ku qancin asagu wuxuu ku tagay imaam albani in wajiga iyo labada gacmood qaybta hore uu sa ahayn caawro kitabka safhada بقولات أما صفحة المئة طابعة مكتبة الإسلامية أي حديث كانت تصال أسوى قاتل مركو كان لي حديث سنة كودر سحوتيني أسوى كسوى رأي الشيخ الإسلامي تيمي رحمه الله تعالى وحديث واحد ترى أما الأركي كرا أصدق أهان مركة قارهان لو فيري أو ضعيفي أن لقو عمل فلي لكن تدد بغني أسانيد بغنو كوي ماذا سحوتيسة لقو عمل فلي وحديث ضعيف أما مرسل واحد أركي سألولي وعمل كفوق هذا علوم هذا حديث كانت تصال أسوى قاتل حديث وصلاة التصابيح ووحي الحديث كاني دروق دي سمرك اللي سكو سو أروريه أسانيد دي سا وحديث صحيح أبوير أي ما بدن بح صحيح سوي حديث كوا إنه صوت المعنى أيانا كم ده قوة المعنى وحوي ربي هاقي كتاب كيس شعب الإيمان يو حديث كان حديث صلاة التصابيح المامي سنة ضعيفة من حديث أبي الرافع صوغة لكن حديث كوران صومر روحه من حديث ابن عباس عبد الله بن عباس باوري من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام كان لكن بيهقي وشعب الإيمان كشري سنة ضعفي إنه كسرين وكشر الإمام الباني ومن حديث أبي الرافع مركز وحي الإمام البيهقي عبد الله بن مبارك وحوى حديث كان متكو عمل فلا يعني صلاة دا سمية ضدك صالحين تان ويكالا دحلي ترين صلاة دان عمل كاسنا حديث كان مرفوع ووحيو تشيا الباني مركو حيري هذا كان وحاكا قسي هري الحاكم ووحي الحاكم حديث كان انو صحيح يا وحالة له دليل سنة وحا كمدة ايما دي اسلام كايا استعمال شي يعني وكو عمل فشي تابعين تي الى عصري جنان حاكم أي سوتشي الإمام الحاكم أبو عبد الله أي إسكه الله إلى عصر جنان أي كعمل فلان بير وين دائمين ضدكين بري تلان بير عبد الله من وارق بنا كاميرا وهذا الكي أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى مركز السنة كي كاني كهلي أثرتي ابن المبارك رواد ابن المبارك أنت كوري سنة ورواد ثقات بير عبد الله ابن المبارك اللي قلته ممي يروح أنا سعين وكعمل فلو نكلي يرادو إمام ذهبنا وقوة فقي سداس marka sida daraadeed xadiisku saasu ku sugan yahay sidee tilmaameen culimadaasi raxmatullaahi ta'aala alayhim marka salaadu waa salaad mashruuca oo bannaan oo fiican al-hafidh al-mundhirina wuxuu ku sheegay xadiiskaas kitaabkiisa la yiraahdo at-targhib wat-tarhib wuxuuna xadiiska iyo xadiis kale salaada ka hadlaya uu kaga dhex hadlay kitaabkiisaas aanu tilmaanay baab la yiraahdo at-targhib fi salaati at-tasbiih kitaab an-nawaafil ayuu baabka ku dhex keenay salaadaha sunanka markuu ka hadlayay ayuu salaadaana ku soo daray salaatu tasaabiix xadiiska cabdullaahi ibni cabaas ayna soo tilmaanana wuu sheegay oo cikrama uu ka wariyey can ibni cabaas toddoba xadiis buuna baabka ku sheegay oo salaadaasi ka hadlaya saddex ka mid ah sugan afarna ma sugnaanin saddexi waa daciif midna waa mawduuc sida uu sheegay alimaamu alalbaniyu raximahu llahu tacaala الحافظ المنذري مركو حديث كاشيغي حديث كابن عباس من طريق عكرمة أيوحو يري رواه أبو داود ومن ماجه أبو داود ابن ماجه ياوري وابن خزيمة في صحيحه وقال ابن خزيمة روحو يري انسح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا ابن خزيمة صحيح وحكو شيئا دو خبر كان انسحابو يري سنة كيسا وحبا قلبي غوغسق ناضي بير مركاشو الشيغي مركاشو يري رواه إبراهيم بين الحكم إن آمان عن أبيه عن عكرمة مرسلة صو عكرمة رسول الله كورني مرسلة مركز والتابعي حديث كورني أيون غوي ابن عباس مشي قمر مركز الحافظ يري رواه الطبراني وقال في آخره مركز حديث كآخر سحقيري فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالي
حديثك آخر يسوع حكوشة الرواية داسي هدي دنبية دادو بدأ أي لأجيهن يبعات في عيدة أي لأجيهن غفر الله لك الله وكو دافية نكاسوسير الحافظ حديث كاني ضرغية أسانيد تربضا بالغوري كما عبضنا صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام كميدنا والغوري لكن كان أغفي عن يسندك أغفي عن وحديثك عكرمة عن ابن عباس هو ينكاين الشاقني لذلك حشيقي وحا حديثك صحيح يا ريب يري الحافظ أبو بكر الأجوري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى وكاسيري قال أبو بكر من أبي داود سمعت أبي أباه إبان كمغل يقول دهي ليس في صلاة التصبيح صلاة التصابيح حديث حديث متر وكهد لي صحيح أو صحيح أو غير هذا حديث كابن عباس أنا مسلم الحجاج نوح يري لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا سنة كان كون أحسن وحديث كان لغوري مجربي يعني حديث عكرمة عن ابن عباس عكروش الحافظ المندرك عبد الله من المبارك يا أئمة بضن هل علمك كم ذا صلاة التصابيح إن يسوغنتها يو أركان فضل قادينا كور ربين مركز وحوش حديث كلو أسنق سكر كهل يو صلاة كسابسا ومن حديث عبد الله من عمره حفاظ قيبة كم ذا نوحي دهين جمهور الرواة حديث صلاة التصابيح كهل لي سنمن كوريي سيوب بدينهين وحي الشيقين سيدا كتم الحديث كعبد الله من عباس يا أبي الرافع وحيدا علماء قاركود لبدا حديث وحديث أبي الرافع حديث من عباس مويانا كوكلو أن صحي ومرفوع رسول كلا لقوري مجرى حديث كاس يفضل أو تلمام يو صلاة التصابيح دادكي واناك سنائي هورا ويسي سوبري جرى قاركود وحاب الله شيقابا إنو كويري متكلا وحمكو سيا واناك سن مركاسو حويري ها مركاساحا مودي بيري إنه حول تربضن يصير يمال مركز وحي شيغي صلاة التصابيح مركو عمل كدتك صالحين تها يوان أكسنا حديث تاسي مركو السوغيين صدر عدد الشيخ الألباني لبدأ حديثين السوغيين أيو شيغي ومد البؤية هاي صحيح لغيره مركو لبدأ حديث إسحوج سي عمل كدتك وان أكسنا علماء دها انتا إنو سوشغن علماء مركو اللي سوغي مركو حكم كاوا السوغيين أي مدى صدق وحي كتاقين حديث كاسينو يا حديث سكن أي مدى سيكو وكلا أن تلمامين با لما أنتو وحي قبان حديث كصلاة التصابيح إنو يا حديث سكن درجتي سماشو وهو سيسنة إنو حسن يهيوي معنى هيدون والد دليل سنكراوي حديث كاسنو حاكو عمل فري جمهور العلماء ومحدثين تي فقهالي كاميرا كواسو قيبا كاميرا نصوت الماني حديث كاسي مركو حديث سكن لكن إمام أحمد وحال لقاها إياه أما لقا صوري إنو حديث كاسي ضعيف يالي ابن الجوسين أو كشيغي كتاب كيسا موضوعات كاه إيه حديث تبينتا أو كاها اللي أيو حديث كاكو ضري لكن أحمد بن حنبل وحال لإشاري إنو حديث كاي ضعيف نميسا وكنقضي إنو ضعيف يو سيدا وشيغي ابن حجر العسقلاني مركو كتشوابي حديث المصابيح أيو حيري ابن حجر وحال لقى صور رأى لقى صوري أحمد بن حنبل حديث كأنه ضعيف يالي هذا الباكوس وغن بيري لأن ورك لقى صور رأى وور كلا دودوان بيري وإسخرافية قفنا مع عدين بيري إن أحمد بن حنبل وحديث كأكو حكومي إنه يا حديث بانه وموضوعه لكن شكي بقلي صحيح نمديس ابن قدام وحوك صور رأى أبو بكر الأثرم وأها صاحب كي أحمد بن حنبل إنه ويديي صلاة التصابيح أحمد بن حنبل بايري ما عجب قلني حديث كيدو بمعنى حديث صحيح حكو مصقنان صلاة التصابيح مركز فرها سأفر لي سيدي قف إنكرا يوكلي ابن قدام وحولي مركا أحمد بن حنبل حديث كصلاة دا تلمامي مصقن إنو مستحب يهي إنو ما أرق صلاة دا يعني مستحبة إتهاي لكن قف كادو صلاة دا سمية ويري فلا بأس دباطا ملاهن ابن حجر با مركو حيري أحمد بن حنبل وحا كلو لغوري إنو كان نقضي أهرنتاس علي بن السعيد النسائي اللي يرادو أيا وحو يرو وحا ويدي أحمد بن حنبل صلاة التصابيح يان ويدي أحمد بن حنبل بايري لا يصح فيها عندي شيء وحكو أن صحي وصلاة دات المامة يحديثة أكتا إذا ما أهانين ننكا اللي يرادو علي بن السعيد النسائي وحو يري المستمر من الريان أياس حديثك صلاة دات المامة يوري
عن أبي الحريرة عن عبد الله بن عمر مركزو حي من حدثك يا كوشي حديث كان مركزو يرو مسلم بن إبراهيم بايشاغي أحمد بن حنبل بايري المستمر وثقة وي مركز واحد مداب إنو عجب كلي حديث كاس مركز ابن حجر وحلية نقلي قاسي يصورين دا لغا صور أحمد بن حنبل أرنتاز وحي كان سنة سينو كان نقضي حديث كاس إنو ضعيف ياري سلادو إنو في عنتها هنا أيو أركي هذا الذي الحافظ بن حجر سدا أيه تلمامين وحين نص ويان إن أحمد بن حنبل وصلاة سنة استحباب طيو أركي أما وحيلاه كرا لقصوري أحمد بن حنبل إنه حديث كاسي موضوع كحكمي أيض وحصغا ما أهان سدا علماء ذو جرهدا لأن علماء ذو حيسكو وافقين أيس إسكو خلافين إن حديث كم موضوع أبنتها إن لقع عمل فلاي حرامتها أي إسكو راعي لكن حديث ضعيف ك فضائل الأعمال يا أبواب ترغيب كي ترهيب كتلمامي سكنا ده لقى شيء كي يضطك الودي رجلي النار تقول لقى عير يضطك حديث تلمامي سه ضعيف كه لكن أم موضوع هين بنت هين ما لقى عمل فلي كره هل كاس أو ركت هجنة لكن حديث كموضوع إن لقى عمل فلو أي ما ده واحد يسكوا فقير إني حرمت هاي كحديث كان هدو حديث موضوع أي هاي ده أنت أصو إمام باكو عمل فشي أي مدى حفاظنا وحيسكو راعين حديثك موضوع عين لغو عمل فلو لغو الرقم هو حرام أما ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله تعالى أسوى كخل دمي حديث كان مركو كتاب كيسا الموضوعات وكشيغي حديثة بينتا كتابك أغهد لوية بل علماء وحي راذان حديث صحيح مسلم كقرن أيو قاركوض حكو حكومي إني موضوعيه كتاب كيسا الموضوعات وكشيغي أو كقري ولذلك واحد شرط أراء ضهيسة أما هذا الضهية ابن الجوزي حديثكم موضوع كحكم عبر ملهن إلى سبب الله صغيه إنه حديثك موضوع يا إنكلي حاكم حديثك يراده صحيح أنت لقوك أفتوم ميو وهذا الكسال العسكن ميو إلى لا أركي إنه حديثك صحيح يا إنكلي ابن المنذرنا إجماعاتك وصور لنا غيبك إذا لم عسكوه إلى الإيقيو ما إجماع دبا وصغن با مركب من الجوزي حديث كان مركب موضوع كو حكمي وكو خلدمي سيدا حديث كلا صحيحة وكو خلدمي ابن الجوزي إنو حديث كا كو خلدمي وحا تصيّة ونو كو كالصونين إن حديث كا أو موضوع يهي إسلا حديث كان لفتر كيسا أيو وحو كشيغي كتاب كيسا اللي يرادو أحكام النساء وكتاب وغهض الله أحكام تهوينك وأصغو كلاان لألفين سريع على إسلام كدحذيذ وكتاب قيمة إنك بضم بقول باب أيو أغا هضلي وقفك مسلمة دا هوين إيدا أحكامتي عباداتك أباهنايد كهضلي ينرشي دي حديث كان مركز صلاة التصابيح كتاب كاسو كشيغي مركو كهضلي صلاة ها سننكا أنبا التصابيح دا إيو تحميد كا قفك آخرين إيو الحمد لله إيو سبحان الله قفك مركو آخرين إيو إيو صلاة ها سننكا إيو وناكسن وحكو صدري صلاة التصابيح إن أي سنتاي إني هوين إيدي سميسو وأنا بابك صدن إيه صدحات تامرك وحي توصيسا حديثك مركو موضوعات كتابي كو شاقي إنو سو تاسي كو كالصونين قار علومة كميدة وحي دهان كتابك إيسا أحكام النساء وحو ألفي كتابك إيسا الموضوعات لي راهدو كبعد أيو ألفي مركو كتابك أحكام النساء ألفي أيو سو حصوصتي إنه خلد هيد حديثك صلاة التصابيح كدرك أو كدري حديثة موضوعة ونكو قري كتابك إيسا الموضوعات مركو ألفي كتاب كاس أحكام النساء أيو كبرارغي إن حديث كصلاة التصابيح كشيغد أو كشيغي كتاب كيسا الموضوعات أي خلط أحايد أما لغاها بونا سيدا دراديد بي علومة دو يرادين شاكي كومتشرو إنو من جوسي حديث كامركو موضوع كحكمي أو كخلطمي سيدا إمام الزركشي وكذلك سيدا الشيغي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى حديث كموضوع ليرانا وحديث كبانتا النبي محمد لغو بين أبورتو سند بين انت الله سمعيو بل علماء وحي الشيغن كادتك ان الله شيغ وابا حرام با إلا أسوغو للردين يمويان اللي حديثك واب بين اسكيلالي مركا حديثك لغو بين أبورتو نبي محمد أي حديث موضوع اللي هذا مصنوع وي على النبي عليه الصلاة والسلام قفك أرنتا سمعينا ينا نيادو دون هالي هادو لغي أبا كوان نيو وناكسن إن حديثك رسول كلاكو بين أبورتانو حديثة عن شرين إن نبي محمد كوريا أيغو نيو وناكسن ولكن هذا السلاس وقاركو دوحي لي المركة عركي ضدكي وكتبتي أبو حنيفي وكتبتي كلاكو مشغولي حديث كنبي محمد القرآن كان كم مشغولي
أي الحديث كبين تاسمه يصير عن ذلك القرآن كي حديث وجزر لحي وحي ليه النبي عليه الصلاة والسلام أي أبين أبورينا أي الصق كبين أبورن منه مركز عن ذلك الدين توجد إنه أي إنسان صمين النبي ليه النبي محمد كبين أبورن منه لكن وأبين أبورينا لكن هذا القرآن وهذا الخلطة وقفكوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدين سي علماء عديين أي أوجه هذا لين كتبته أوجه هذا لان علوم تحديثك قارن نيحون على هذين الزنادقها هذين إسلام كفسادينيس والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وسقي صاحب البيقونية رحمه الله تعالى مرك حديثك موضوع وكان النبي محمد لقب بين عبورته أي موضوع لي هذا لكن حديث كان صلاة التصابيح أحاديث تابنتها كما مدهن أيوة حديث سوغن درجتي سويرنا وإنه حسن يهي أئمة الإسلام حفاظ الإسلام كان حديث كصوصاري أبو داود الترمذي ابن خزيمة ابن ماجه أيا كمدها كو صوصاري إمام المحدثين أو إمام البخاري رحمه الله تعالى أسنو حكو صوصاري كتاب كيسل يرادو القراءة خلف الإمام ابن خزيمة كتاب كيسل صحيح عمرك حديث كان وحيري إن ثبت الخبر وركاني حديث كان دوسق ناضواي صدر عدد من باب الفائدة هداد مقشيد ابن خزيمة حديث كان فيه صحيح كوريي انت اكو كافتومي يا واحد كن نغطى كتابكي صحيحة اياها ابن خزيمة قولها محايا لانت بدن حديثة ابن خزيمة مركو صوصار كتابكي ساس وحو قدالك قدرة ان ثبت الخبر فيه النظر وحن اوجهدنا حديثة انت بدن وكشك يصيح هذا ايوحي را ان ثبت الخبر يوحي لمدكها لكن حديث كتاب سكوت جرتين ثبت الخبر مضى بدين دمانتود بل كتاب سوح أشر دي إنه حديث صحيح كيني دون مركز على قوم قعابي صحيح من خزيمة مركز وين أسكوا جات حديثكم سكوني مس مسقنا من خزيمة صحيح سقصة صار كلية أكو كافتومي معنا مركز حديث كامركو كنا صحيح إن ثبت الخبر أيوة رحمة الله تعالى عليه حاكم مستدرك سايو قصة صاري مركز سوي صحيح الإسناد دار قدني كذلك بل دار قدني كتاب وقارا يكقري حديث كاس وضرق ديسو كتمعيي سيدانا كلا واحد سميي الخضيب البغدادي وكذلك غير واحد من الأئمة يا سيدة سميي وتصحيح صلاة التصابيح كتاب الإرادة أمر رسالة الإرادة يجرته مالك حديثك وحديث سوان شيخ الألباني وحكو صحيح جارين قطر المصابيح صحيح سنن أبي داود إيه صحيح ترغيب وترهيب للمنذري إيه صحيح جامع صغير إيه غير كوضبة وحانا ترتبع حديث كلا ومخراتي كعيسى حديث كان سيدي حديث كان صوت المانع عبد الله بن عمر أبو داود حاكم أي وريين وحاكا لو ترى حديث كلا ومخراتي كعيسى حديث كان عبد الله بن عمر حاكم باسقنا وريي ونا صحيح ياري ذهبنا وكوافقي ننك لو أنصارت النبي محمد كميدان عليه الصلاة والسلام وقال وريي أبو داود بان أسقنا وريي مركز سيداس حديث كوا حديث سوغان ومركا اوغو يرتاي وحسن يحي ولذلك ان بدن حفاظه كميده اي كرديين ابن الجوزي قريدا وحديث كاسو كقري كتاب كيسا حديثه بينتا او كغه هادلو بل علماء وحي يرادين حديث كان اي صلاهدان ثواب كي اجرك لغه هليو ما بدمادبا صلاه التصابيح اجرك لغه هليو اجر دماد ما هان علماء قاركود وحي دهين حديث كان فضلك أو تلمامي أو صلاة التصابيح قفنا من مغلوه إلا قف دين تيس سهلان إياه وأنضنك لهين موياني معنى هذا وحاوي قفك حديث كان أما صلاة دان مغلوه وأنكو عمل فلين وقف أن دين تيس الدنك لهين قفك أعماش وناكسن ثوابك اللي جهل إياه أن بطسن والله إيماننا ضدك قوانك في عام صاحبك اللغو ماتري يسري علماء إيراه دين زاهد كهوري أبو عثمان الحميري نوحو الشياغي بلايوينك يدباتوينك يمروك تقفك سوق بسطة يمارت الدباتوينك كلابة أدون يدا قفك مصو مرتوه حدو قفك مركا صلاة دالي ماذا إلهي واكا قارية مركا معنى يدوحو يدباتوينك مروك تهمك يمصائبت لقو مفايدو إلا صلاة صابح لو يقان نمويان سيدة أوتلمامي الإمام أبو عثمان الحميري الزاهد رحمه الله تعالى سيدا وكسوري ابن أبي الدنيا كتاب كيسا إن صوت الماني فرج الكروبات رحمة الله تعالى عليهما مركوا الصلاة آد الفضل بضن
مركا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أدير كيس أيو براع أشياغي أيضا أمة ذكرنا إلا ولاغان صدر هذا النبي محمد حلي عليه الصلاة والسلام أدير كيو وسوء شيدنيا دقيه سايو صفة عنو فريا أدير كيو وحمكو سيا أدير كيو وحمكوه بيا شيدنا مركا النبي محمد حوي إن ونية دي سيسو شيديو مركا معنى دو حوي صلاة دا أنكوشيغيا مهمة أما وركا أنكوشيغيا أدو في عاني دقا هذا صفة عنو فر صدر هذا دور تركو سعري وحيري وحمكو سيا وحمكوه بيا أرين مكو شاقات مكو ديبا هداد أرين تاسمي سيد أو أه صلاة التصابيحة تكتيد إلهي الدنبي قاد وضافة يكي هوري يكي دنبي كي قديم كاها يكي عصبا سيدا قفكا كي كاقاد عي سيدا خطأها كي كاقاد عي إيا كي كاقاد عي عمدي قبا كي وينا يدنبي قيرابا كي آد قرصتي كي آد موجستي وحاصلون إلهي وكو ضافي وقفك هدول لي ماذا صلاة داس إلهي وكو ضافي وحال لسوي دين كرا oo qofku is weydiin kara shayga khaladka iga dhacay sideeba ilaahay tabaaraka wa taala dambigeysa igu qabsanaya laana xadiisku waxa ku jira dambiga khaladka kaaga dhac waa lagu dhaafaya ilaahayna quraankiisa wuxuu ku sheegay inuu yiri rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhdana allahu hadan hilmaan u sameeyna wax ama gafa inooga dhacan arimuhu hanoo qaban oo hanoo ciqaabin marka gafka xadiiskaani sideeba uga mid yeelay dambiyada la isku qabsanayo jawaabtu waxa weeye culimadu ay ka bixiyeen khata ay gafka qofka ka dhaca waa naqsi iyo gaabin xaqiisa ka imaatay walow dambi uu sa ahane laakiin waa naqsi iyo ceeb qofkaasi ku dhex jirta weeye idan salaadan marka waxay u noqonaysaa naqsigaasi mid tirtirta oo qofka ka kabta naqsigaas سي صلاة دار اوتو كنيسة صلاة دان وافر رقع عدود سورة الفاتحة يانا خيعات كسلوغو اخرين ايا اي سورة كالي سورة دا كلا محددنو سورة دا ادون تدبا اخرين وحيلا يكوفو دا يهدبا مركا قراءة دا اخرين تكفار غنغوتيد ادو تاغن وان ركوعين ايا شن ايو تومنشير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ليضا شن ايو تومنشير اياد ليضا مركا ساد ركوع عيسى marka aad kaartii rukuuc la timaadid ayaa waxaad leedahay 10 jeer adkaartaas shan baad jiraysa oo marka aad adkaartii rukuuc la timaadid rukuucda ku dhex jira intaada ka soo kicin ayaa 10 jeer leedahay rukuucda ayaa ka soo kacaysa samii allahu liman hamida ayaa leedahay intaada sujuudin adoo taagan ayaa waxaad leedahay 10 jeer adkaartaa laftirkeeda markaas aad sujuuda aadaysa marka sujuudid sujuuda adkaartida la timaadid ayaa 10 jeer oo kala dhahaysa sujuudaad ka soo kacaysa fadhigii labada sujuud u dhixiyaado fadhiya ayaa adkaartisa akhriisa rabbighfirli wa hilamitka markaas 10 jeer dhahaysa sujuudi labada ayaad ku noqonaysa 10 jeer ayaa la imaansa marka adkaartida la timaadid ka bacd lixdan iyo shan jeer ayaad maraysa oo adkaartaas oo sujuudi labaad inta aad ku dhixtiraa ugu dambeyso markaas sujuudi labaad ka soo kici ragacaddii labaad intaada u istaagin ayaa fadhi yar fariisanaysaayo jalsatul istiraaxa loo yaqaanaa waxaana lala yimaadaa ragacadda koowaad markii laga yimaado oo ragacadda labaad loo socdo ama ragacadda saddexaad markii laga yimaado hadday salaaddu afar leedahay ee ragacadda afraad loo socdo waa jalsatul istiraaxa layiraahdaa intaada ragacaddii labaad aadin ayaa fadhigaa yar fariisanaysaa ku hakanaysaa 10 jeer baad leedahay سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مركز هذا رقعدي لبعض أسي كعين أدوه تضباطا إيه شن شير وأدكارتها سوطة مركز رقعات كستوى تضباطا إيه شن شير رقعات كستا أفرت رقعدون أفرت رقعدون لبر رقع وإسراع سنتاي لبر رقعنا وإسراع سنتاي أفرت رقع مركز أدكارت الدمان لا يسكود دورو صدح بقول بين نقونيسا حايل اللواذي رقعبه وبقول يكونتون لواذي رقعانه وبقول يكونتون شير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر للي ماليا أن صوت المانا لوك اللي مركا أفرتا الرقعضوض مدو المركا فاتحادا لما يسيد وصورة دي كرآت كدرتيد تاد أودي انت هذا الركوعين رقعتك استقيب تاهوري أيها شان يطمان شيرا أفرتا الرقعضوض بمعنى مركا فاتحادا آخري سي وصورة دي آخري سي انت هذا أوران الله أكبر والركوع دا هذا الركوعين أيها وحال لاذهي ثمان إيه شنشير سبحان الله إلى آخر الأذكار
ragcadaasi qaybta ugu horeysa 15ka ah inta kale waa 19 marka ragcada koobaad dhameysid adoo 75 jeer adkaarta soo akhriyay ragcadii labaadna aad u taagan tahay marka ragcada labaad ayadana dhameysid faatixadii suuradii intaada rukuucin ka hor adoo istaagii qiraa'ada aad ku akhrisay dhex taagan ayaa 15 jeer leedahay ragcadii labaad marka 15ka jeer akhrisid ayaad rukuucdii aadaysaa rukuucda gudaheeda iyo wixii ka dambeeya ragcada gudaheeda waa 15 jeer markaas labada ragcada saasay ugu dhamaadeen 150 koodii labada ragcada dambe sidoo kale ku sameyn marka 15ka waxaa wata oo 5ta dheeraadka ay la socotaa waa ragcada qaybteeda akhrinta koobaad 4 ragcadood qaybta hore faatixada markaa dhameysid suuradana dhameysid 4toodaba 15 jeer ayaa markaa leedahay wixii ka dambeeya laakiin 19 ah markaas saasay xisaabtu isu keenaysaa markaas oo 300 ay noqonaysaa marka go'aan fiican yaa u saaxiiba oo ka faa'iidaysanaya salaadan salaatu tasaabiix sidaasaa loogu magacaabay maxaa yeelay adkaartaas ayay wadataayo subxaanallaahi walxamdulilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ayay wadataa markaasaa lagu magacaabay salaatu tasaabiix ama salaatu tasbiix oo subxaanada lagu akhrinayo wey marka aynu ka faa'iidaysanno nafteennana yaynu ka xaaraam yeelin ama yaanu u diidin wanaagga iyo khayrka ay salaaddaasi tilmaantay ama ku jira wakhtiyadee tukanaysaa markii laga fiiriyo dhinaca wakhtiyada iyo maalmaha iyo sannadaha iyo bilaha ama noloshaada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maalin kasta haddaad awoodid haddaad awoodinna isbuucii hal mar isbuucii hal mar haddaad awoodinna bishii hal mar bishii hal mar haddaad awoodinna sannadkii hal mar sannadkii hal mar haddaad awoodinna inta aad nooshahay hal mar la imow bimacnaa waxa weeye salaaddaasi la imow xataa hal mar noloshaadaabaa la timaadide waxaanad ku helaysaa inuu ilaahay kuu dhaafo dembiyadaadii waqtiguna waa iska kooban yahayoo xilligii soo socda gooruu ku dhaafay ma taqaanid marka wanaag ha kugu dhaafo salaadda aynu ka faa'iidaysan sannadba sannad buu soo fuulay oo sannadkii waa is-ciriirinaya maalintii maalintii soo fuushay wixii oo dhan waa wakhti ordaya waxayna ka mid tahay calaamaadka qiyaamaha oo nebigeena calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada ayaa isku soo dhowaanaya say iskugu soo dhowaanayeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in sannadkii oo bil oo kale noqonayo bishii jumca iyo isbuuc bay noqonaysaa jumcadii isbuucii maalin oo kaley noqonaysaa maalintiioo kale saacad oo kale noqonayaan saacaddii waxay noqonayaan dab yaroo la ifsaday ololka yarka hal mar ka baxa marka taraqa ama kabriidka saa loo shido dabka lagu shidrabo ololka yarkaa ka baxa ayay saacaddii noqonaysaa oo kaleba yacnii qadarkaasoo kale marka wakhtigii sidaasuu u gaabtay waana ku dhex jirnaa taana waxay tilmaamaysaa in saacadda qiyaamaha ay soo dhowaatay marka aynu ka faa'iidaysanno wanaaggaas iyo fadligaas nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu adeerka u sheegay ummaddana ay la wadaagaan oo ah arrin fadli badan walidaalika cabbaas yidhi murugadii iyo dembiyada jaahiliyada ama aan arki jiray iyo xumaantay lahayd iyo mugdigay jaahiliyada islaamka ka hor ay lahayd markaan soo xasuusto waxaan ogaaday arrinta ay ii sababtay inuu ilaahay iga faydi karo un bas iyo adigoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka bacdi marka nebi maxamed waa ku farxay markaasuu arrinta u sheegay macnaheedu waxa weeye waxaasoo dhan ayadaa kaa rafacaysa murugadii jaahiliyada ayadaa ku dhaafinaysa dembiyadaa samaysa ayadaa ku dhaafinaysa qalbigaaday waasicinaysaa adduunyadoo dhan baa nolo raaxala ku noolaanaysaa marka cibaadadaas iyo cibaadooyinka kale aynu la imaanno mid waajiba iyo mid sunnaaba sunnooyinka markaasi inta hadba aan awoodno iyo saan u awoodno marka fattaqullaaha mastadactum ayaa ilaahay jalla jalaaluhu yidhi nafna ilaahay maba saarin oomana dirinba ilaa waxay awooddo mooyaane ama ay kari karto uu ilaahay ku beeray marka aynu ka faa'iidaysanno wakhtiga wakhtigu wuu socdaa wakhtiga hadda ku dhaafana waxaad xasuusanaysaa markii lagu soo hordhigo waxa aad wakhtigaasi isku dhaafisay adigu waa ismoog tahay oo waa iska socotaa oo waa iska jiiftaa oo waa iska hadlaysaa laakiin waxaa jira kuwo aan iyagu howlahaasi hilmaamsanayn oo malaa'igta ilaahay uu ku xilsaaray ah wakhtigaaday qorayaan way xisaabinayaan wayna diiwaan gelinayaan wuu u qoran yahay markii lagu keeno maalinta qiyaamaha ilaahay hortiis meel dhibaatada taalla murugada taalla aan la qiyaasi karin maantay markii ilaahay markaa lagu hor keeno weliba isagoon turjumaan u baahnayn
oo toos kuula hadlaya oo waqtigaadi meeshaad gelisay lagu weydiinayo, jirkaadii meeshaad ku baabiisay lagu weydiinayo, caafimaadkaadii meeshaad gelisay lagu weydiinayo, xoolihii aad soo shaqaysatay waxa ay ahaayeen meeshaad ka keentay lagu weydiinayo, meeshaad ku bixisana lagu warsanayo. Waddaad xalaal haysatay xalaal xisaab baa ka dambaysa, xaaraam haddaa haysatayna xaaraam ciqaab baa ka dambaysa. Xoolo waaba intaas saas weeyaa markii laisku soo koobo howlahooda. Markaas waxaad dhihi doontaa markii ilaahay lagu hor keeno oo ceebahaadii oo dhan baad aragtid ayaa waxaad leedahay bal ii celiye, xoogaa yari ii celiye, xaggee adduunyadii maxaad samaynaysaa? Wanaagii bal inaan soo sameeyo, waqtigii inaan ka soo faa'iidaysto, salaaddii aan soo tukado, khayrkii aan soo sameeyo, xumaantii aan ka hare, bal wax yari celiye. Rabbigeenna tabaaraka wa tacaala aayada badan ayuu ku sheegay in kuwa maanta ishilmaansan adduunka ee iska socda ee adduunyadaas iska dhex galay, in maalinta qiyaamaha markay arkaan waxyaalahay dafiri jireen, waxyaalahay xaqiri jireen, jannada ay usoo shaqaysan oo dad iska gelayaan, iyo naartii oo lasoo dhoweeyey, iyo meesha say u adag tahay markay arkaan ay markaasi xasuusan doonaan waxay ku soo gaboodfaleen ee adduunyada aysa soo shaqaysan oo ysa aakhira u soo shaqaysan adduunyada intay joogeen. إلهي بايري لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد. مركا حقيقة مركا دو أركتيد دم حيكو تريس هذا دو صور شقي سنتنا داس. إلهي يحيي يوم يتذكر الإنسان ما سعى ما لنتا وما لنتا حسوسا دوران قفل بوحو صور شقي ستي وبرزت الجحيم لمن يرى جحيما اللو سو دوين دونو كوي قلي لها واركي. وأما من طغى عدي حد قدبتي وأن صور شقيسنا الدونك وعبادة إلهي الوكري واي وإلهي كحشون واي والدين تخلق من واي وهو آثر الحياة الدنيا كاسو الدنيا دورتي وآخري عمل كادي يفائدة دي نفتي سيباهني كتغي الدنيا قلي. وإن الجحيم هي المأوى ميشو قلي دونا إيقوري ساه والجحيم ينارتاس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي لكن إلهي كعب صدي هرستاقي سمركو أدونك سوچوغي يا أدونك وكن نولا يوليه جل إلهي بالو هرستاقين دونا يا إلهي كحشو وفك آسي ونفتي سكره بوحاي تعشهاي يا بادلك إلهي يحير قفك آسي قريقي سوا چنو يميشو قلي دور بالله بچن أيو اللي قفك maanta naftiisa inta ka reeb ilaahay ka cabsada adduunka intuu joogo aakhirana u shaqaysta. Aayadka ilaahay wuxuu ku yidhi markuu ka soo warramay kabacdi adduunyada markii la baabi'iyo ee dhulka laysku riiqo ee rabbigeen yimaado suumada u xisaabiyo ee u kala saaro malaa'igtuna ay yimaadaan. Wajiia yowmaidin bijahannam jahannam ayaa la keeni doona maalintaas iyadoo say ogtahay aad yaabaysid. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى مركاس وي مركا وقفكو حصوصا دونه وحي الدنيا دو صوت ضيعي وإسهل مانسيي. لكن لا يحيري حصوص طام حيو تريسا يقول يا ليتني قدمت لحياتي مركان صوت انتي انتا سمحين نلوشو يقو اكام وي محال ليس صاري محال ليس حسابين ايا نلوش اندموام حي ama noloshaydii hore ee adduunka ku noolaa maxaan ugu soo shaqaysan waayo noloshaan. fa yowmaidin laa yucadibu cadaabahu axad maalinta cadaabka ilaahay uu dadka cadaabaya kuwa mutaystay cidna sidaasoo kale waxuma cadaabtaa ilaahay. walaa yuuhiqu wathaaqahu axad siduu ilaahay u xiro oo dadka loo jeebaynayo cid wax u xirta u jeebaysa ma jirto. markay celiya markaa dhihi doontaa yaa yeelayaad adduunyana lasoo dhaaf oo maba jirtaba meel loo noqdo ma jirto. wax kale oo ku difaacayana ma jiraan. qabyaalad baan ku difaacay, xoolo badan baan ku difaacay, caruur aad dhashaa ku difaacay, dad badanoo taageerayaal aad lahaydaan ku difaacay. kuma yaqaanaaman beri bay kaa yihiin oo iyadaadii ku jeclayd ayaa kaa cararaysa oo kaa dhuumanaysa. iska daa dadkii kale, caruurta aad dhashay ayaa ku soo luga muruxday ayaa kaa cararaya maalintaas. waa adiga iyo naftaada isdifaac adugu. looyer ma jiro adduunyada, waxba la sheegaa ama qofkii la xiro looyer buu qabsadaa ama loo qabtaa, taa ma jirto. lacag aad bixinayso laga aqbalayana ma jirto. maxaad keensatay waayo halkaa ciddii ku banjarto ku fashilanta cid horay u kaxaynaysa ma jirto. ciddii halkaa ku baastana wuu liimaanay. ilaahayaa ku mahadiyo qofka helay maalintaasi wanaag iyo khayr.
كي حمان هلينا نفتي سمويان عدك لا يصدقالي أي إلهي حديث قدسي كشاقي مركا كفايدي سمرك انت يسو وقتك كنا في هذا حرطاي هذا مارت استخيار لأدلاي اي هدا فايدي سو هذا يعني غي دنو تاي دمانتين اينو غدا فايدي سن عبادة دي صلاة دا اينو توسن واي صلاة دو تصابيحي كمتاي واناقي خير بان هلينا مركا اي مدى اينو تلماني اي حديث كا صحيح ياري اي كوا كلبا waxaa sheegay oo risaaladiisa ku soo gooriyay abdiktor maxamed saciid raslan wadad reer masar waa risaalada wuxuu leeyahay nasaayix muhiimma iyo toojihad nasiixada 12aad ayuu ku sheegay in masaladan ay ma badan ya aqwal badan uu ku soo gooriyay halkaas sodon caalim in ku dhaw ayuu sheegay inta aynu sheegnayna kifaaya way ku filanta asaguna wuxuu qabaa inuu xadiiskaasi sugan yahay sida sawaabkaana waa inuu saxiix yahay biir وأنا نين حق حديث كعلمك PhD كهش دكتور جامعة الأزهر نصيحة صح كوشة الأمر بصلاة التصابيح مرك عنده هو يسكن تاي أي ماذا كرانا كجسي هرجي وحاكر صلاة كتاب جارة أمر رسالة جارة أوجه هذلي وذات كله يقانه جاسم الدوسري رسالة اللي يرادو رسالة التنقيح لما جاء في صلاة التصبيح culimadii hore aan sheegnay iyo kuwa kalena halka ayuu ku soo gooriyay fawaayida salaadaas ayuu qayb ka midana uga hadlay asagana kitaabkiisa waa laga fiirin karaa iyo kutubti kale aan soo ishaarnay oo aan soo tilmaanay kelmadeenni aynu ku tilmaamaynaa ama ku ishaaraynay salaatu tasaabiix iyo fadliga ay leedahay intaa noo joogtaada wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh